بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق عباده للطاعات وأعان. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان، وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي وأخواتي، أحييكم بما حيا به الله رسوله الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستمر معكم في مبادرة المعلم الخبير مع رباعي فرق فلسطين. فريق MTIEBB للتدريب والتطوير الفلسطيني، فريق التعليم يجمعنا، فريق نحن المبادرون نحو القمة، فريق مجتمع فلسطين التعليمي. واللقاء الأول من شهر حزيران، وهو اللقاء الخامس من المبادرة، حيث أن المبادرة تتكون من 8 لقاءات. أخوتي وأخواتي، باسمي وباسم الفرق الفلسطينية الأربعة، يجدنا أن نرحب بكل الحضور فردا فردا الذين يشرفون دوما لقاءاتنا. لقاؤنا اليوم هام جدا، وهو عن كيفية تعبئة استمارة المعلم الخبير. من تقديم ثنائي تونس، أستاذ إنصاف بنت راشد وأستاذ فتحي حداد من فريق زاد الفضاء الرقمي، ويشرفنا انضمامهم لفريقنا مدربين وأعضاء وسفراء. سأترك التعريف بالمدربين ليعرفا كل منهما بذاته بما تحلو له نفسه. والآن أترككم مع مدربينا المتألقين الأفاضل، فليتفضلا مشكورين. تفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هكذا صدق الله العظيم، هكذا كان يقول سيدنا موسى عليه السلام. أريد أن أحييكم أولا بتحية الإسلام، حضورنا الكريم، مرحبا أهلا وسهلا بكم. أريد أيضا أن أحيي الأخت فريال شوارة وفريقها الذي استضافنا في هذه المحاضرة، الذي نتمنى أن تصل مبتغاها وتقدم المطلوب منها. سأتولى تقديم استمارة المعلم الخبير نظريا، ثم تتولى الأخت إنصاف مشكورة بتقديمها تطبيقيا إن شاء الله. أول الكلام الذي نبدأ به هو بسم الله الرحمن الرحيم، كما تلاحظون في الشاشة. بطبيعة الحال بسم الله نبدأ، وبسم الله نتوكل، وبسم الله نصلي ونحفظ إن شاء الله. ثم سنقدم الأخت إنصاف، هي مدرس خبير معتمد لدى مايكروسوفت سنة 2021-2022-2023، ماستر ترينر، إكسكلوزيف جولد ممبر تشيب إن جولدر ترينر أكاديمي، أمباسادر موت، أمباسادر تي فور، أمباسادر ويكلت، أمباسادر إتوينينج، ترينر سيرتيفايد كلاس بوينت، قائدة فريق زاد الرقمي، مرحبا بكم جميعا في هذا الفضاء، مؤسس شراكة زاد اس اس سي، سفيرة ومدرب معتمد لدى فريق التدريب والتطوير الفلسطيني، مدربة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، مدرب فريق وعضو فريق الرقي التكنولوجي، منسقة ومدربة مبادرة علم وشغف، مدرب كل فريق كلنا مجددون، سفيرة ومدرب معتمد فريق نحن المبادرون نحو القمة، متحصلة على شهادة الجودة التونسية الأوروبية والجائزة الوطنية التوأمة الرقمية، سفيرة ومنسقة جهوية وعضو الدعم اللوجستي للأسبوع العربي للبرمجة، وهي أيضا Golden Community Leader in Golden Education Network. كما تلاحظون مسيرة حافلة جدا، نتمنى التوفيق والنجاح للأخت إنصاف. ثم محدثكم فتحي الحداد، وهو أستاذ مدارس ابتدائية بتونس مميز فوق الرتبة، متحصل على رقم 20 من 20، معلم معتمد وخبير لثلاث سنوات متتالية، مدرب معتمد ومدرب ماستر من قبل مايكروسوفت لثلاث سنوات متتالية، سفير لعديد المنصات العالمية مثل ويكلت مود نيل بود لسنتين، أولمبيا
تي 4 لسنتين كامي ويزز منصة اس بي اس سي منصة تينجلي سنتي 21 و22 حصل على شهادة الكاوت البرونز والسيلفر والذهبي ومتقدم للسفير خبيرة خبير مايكروسوفت للباوربوينت في تطبيق 356 لسنة 2022 معلم مدرسة ومدرب معتمد لمنصة كلاس بوينت 2023 سفير ومدرب لعديد الفرق العربية والعالمية مثل الرقية التكنولوجي المبادرون نحو ثم مبادرة مجتمع التعليم الفلسطيني وقريبا جدا MTF إن شاء الله مايكروسوفت إسبور ليدر سنة 2021 ومؤسس وكاتب عام لفريق فضاء زاد الرقمي بتونس. كما قلت مرحبا بالجميع في هذا الفضاء. إذن أكيد لدينا بعض الملاحظات التي نتمنى أن تأخذها الأخت شوقية بعين الاعتبار. نحن نعتمد كثيرا على منصة كلاس بوينت ونعدكم بأكواد إن شاء الله في أقرب الأوقات لما تشرفونا في الفضاء إن شاء الله. احرص على المشاركة الفعالة في التمارين التفاعلية في التدريب. غلق الكاميرا والميكروفون رجاء ليتمكن المدرب من تقديم ما يجب تقديمه. المشاركة في الشات والتفاعل مع المدرب. الرجاء عدم التدخل بشكل مفاجئ. التساؤل في آخر 10 دقائق من اللقاء. هذه هي رغبتي. ثم طلب المشاركة برفع اليد يكون مع الشكر على تفاهمكم. إخواني وأصدقائي المتدربين أنا سعيد بوجود بيننا. أريد من الأخت فريال والأخت إنصاف وكل الأخوة الموجودين الدخول على classpoint.app/joint حتى نتمكن من تقديم ما يجب تقديمه في اعتمادنا على هذه العملية الرائعة classpoint. إذا تفضلوا بالدخول والمشاركة على أي متصفح حتى نتمنى من مشاركتكم في حتى نعرف أسماء المتدربين أولا ونتمكن من المشاركة الثانية. إذا أنتظر دخولكم. أخت شوقية هل أنت معي؟ أخت فريال؟ أخت إنصاف؟ نعم تفضلوا. إذا سمحت التفاعل بقدرش أشارك عشان بسجل فياريت الكل يتابع ويدخل في مع الأستاذ على كلاس بوينت. تدخل أي متصفح تكتب فيه عنوان classpoint.join.com/join ثم تتمكن من الدخول إلى المنصة عبر الكود الذي تشاهدونه أمامكم 60 45 8 أو 54 8. حاليا دخل معي شخص واحد. نتمنى البقية الدخول وبأسرع ما يمكن من وقت حتى نربح الوقت قليلا. إذا 60 54 8 هو الرقم الخاص بهذه الحصة. أريد منكم أن تعرفوا بأنفسكم عندما أفعل السؤال يعني نكتب الاسم واللقب بلد منشأ بلد الإقامة المستوى الذي ندرسه أو تدرسه. حاليا 6. إذن سأفعل السؤال لاحقا إن شاء الله. إذن البقية أرجو الدخول على المنصة للإجابة عن أسئلة بسيطة بصراحة. أما قبل الأسئلة لابد أن نعرف بعضنا البعض كما عرفناكم بالأخت إنصاف وشخصي المتواضع. أريد أن أعرفكم واحدا واحدا. حاليا دخلوا 9. إذا رجاء الدخول وبكثافة للمشاركة في الإجابة عن ليش 9؟ يلا شاركونا في عندنا 45 مشارك. 45 مشارك معناها نسبة متقدمة جدا على الأقل 25 لأفتتح السؤال. يلا بدنا أكثر. على كل حال الحد الأدنى هو على الأقل 25 ولما لا أكثر من 25. ومرحبا بالجميع. نحن نعلم أن الفترة هذه فترة تدريبات لكن مثالش معناها ممكن إذن نتدخل.
إذا بسرعة رجاء. إذا رجاء، يقول الأستاذ وائل نحن طماعون في مثل هذه الأمور، أنا شخصيا طماع لدخولكم معي في هذه الورشة لنتمكن من تقديم ما يجب تقديمه. إذن تفضلوا بالدخول. إذن رجاء نسرع قليلا حتى نتمكن من ربح بعض من الوقت. إذن 14 فقط، سأفعل السؤال بمجرد دخول، بمجرد وصولنا إلى الرقم الذي أعلنت عنه. إذن ما زلنا في 14 شخص. 15، نعم. نعم، رجاء. لو تعيد الشرح أستاذ لو سمحت. لو تعيد الشرح كيف يدخلوا، يمكن في ناس نأخذ صدر. أي متصفح جوجل أو إيدج أو أي متصفح نشأ أو نرغب فيه، نكتب classpoint.com/joint، نختار العنوان الأول ثم نكتب هذا الكود 60458 بحول الله سنجد أنفسنا في هذا الفصل. إذن على الأقل نتقدم قليلا رجاء حتى نربح قليلا من الوقت. إذن رجاء دخول الكلاس بوينت. إذن سأفعل السؤال أمام التوقيت وأنتظر دخولكم حتى أثناء الاستجابات فيما بعد. ما رأيك يا أخت شوقية؟ أخت فريال ما رأيك؟ نعم تفضل. تم أستاذ. تفضل. إذا نفعل السؤال، تم تفعيل السؤال، تفضلوا بالإجابة، أنتظر استجاباتكم. إذا أنتظر الاستجابة، لا شخص إلى الآن. نايلة اليافعي من قطر، أعمل في قطر، أدرس الصف الثاني ابتدائي، مرحبا. ثم رمزي نباهين، فلسطين للثانوي. مرحبا. ثم كريمة ميلود شريف، ليبيا، مرحبا بالأشقاء في ليبيا. الاسم نزيهة أحمد خطاب، معلم رياضة أطفال، مسؤول تدريب مصر، مرحبا بأشقائنا في مصر. شروق تمام، فلسطين وما أدرك. شوقية حوارة، مرحبا. فلسطين الرباط، نعم الرباط ونص. أدرس بي إس فلسطين وضحية الحربات، مرحبا. في الخامس، من الخامس إلى التاسع، مرحبا. سهيل خليفة الأحول، معلمة لغة عربية ليبيا، مرحبا. وفاء عساكرة، مرحبا. إيمان صالح صالح، مرحبا. سعاد محمد مادي، مرحبا. الاسم غير واضح، نعتذر. بالنسبة لي دخلت معنا، أهلا وسهلا أستاذة وندا. وندا عايش، الرجاء. على كل حال، مناء إسماعيل، مرحبا. نيفين سعيد سليماني، مرحبا. ابتسام مسعود الحامدي، مرحبا. اسمهان الطراونة، مرحبا. صافينة الجمل، مرحبا بها. يسري يوسف، مرحبا. انصاف بن راشد، مرحبا. اذا ربحا وصلنا 22 فقط، وصلنا 19-22 بالقاعة و 19 مشاركين. إذا سامي السيد أبو حسبو، مرحبا. السودان، مرحبا بأهل السودان. أهلا وسهلا أستاذة رويدة. رويدة، نعم كنت أنتظر هذا الاسم بشغف. إذا
20 فقط معي في الفصل، 20 فقط نعرف أساميهم، رجاء الدخول وبكثافة. ثم أستاذة زينب بركن من المغرب، مرحبا بها هنا في المغرب. إذا مهم جدا الوقت، 24 بالقاعة و 21 معي. أستاذ فتحي بس شوية، الشاشة عندي ما بتظهر الأسماء تحت البليفون، الأسماء ظهرات بس عند شاشة اللابتوب بتسجل. خلاص حاليا تمام، على اللابتوب كانت هاي الأسماء مش ظاهرة. أكمل. الحمد لله الحمد لله. على كل حال وصلنا 25 بالقاعة الحمد لله، أما 23 في الاستجابة عن السؤال. نور الهدى عبد الرحمن محمود مرحبا، مروان سالم مرحبا، إذا أقل من دقيقة ونغلق هذا السؤال لنمر إلى 25 في القسم. نعم أستاذ فتحي، شو تغلق وما تغلق؟ إحنا معنا 55 ولسه داخلين معك 24. لا أغلق هذا السؤال فقط، يعني إحنا بدنا نتعرف عليهم، يعني بدنا نتعرف عليهم، بدنا ما يخجلونا، إحنا طلبنا إنهم يكونوا معنا لنتعرف عنهم، فأكيد هن رح عندهم إشكال نات أو إشي زي هيك، فاستنى عليهم شوي. نعم. ضيف لهم دقائق. سننتظر. في معنا سفيرة أوكي، سفيرة الزيت طبعا الأستاذة زينب بركن ومن المغرب، وصفي نازل جمل أيضا هي سفيرة للزيت، والأستاذة يسرى، يعني حبايبنا كتار معنا، الأستاذة سامية من حبيبتنا رويدة أيضا سفيرة الزيت من فلسطين، أستاذة نور الهدى أهلا وسهلا فيكم. يلا يلا، يعني ظليتوا على العدد 24، خجلتوني مع الأستاذ فتحي. لا ما بدنا تكتبوا 26 فقط، رغم أننا 55. ضيفوا أحط لكم الرابط. إذا ننتظركم قليلا. إذا دقيقتان أخرتان كاملتان. إذا فاطمة يحيى بخيت مرحبا، أهلا وسهلا. رويدة أحمد الحمامة مرحبا. وصلنا 25 فقط. إذن سيتحصل كل المتدخلين بحول الله عندما يتدخلون معنا في تدريباتنا في الزاد على أكواد إن شاء الله. على كل حال نحن بالانتظار، 25 في القاعة فقط. خمسة وعشرين من المشاركين، 26 الآن. أستاذ فتحي طبعا أنت حاجة لكلاس بوينت لأشياء ثانية كمان صح ولا لا؟ على أساس إنه يظلوا نعم. متفاعلين معاه نعم. ويحصلوا على نعم. أرقام يعني نعم. يا ريت الكل يحاول يستفيد من الموضوع. أستاذ زياد عبيدي مرحبا، ممكن يحصل على كود اليوم. نعم إن شاء الله، لما لا؟ أخت ماوية محمد مرحبا. إذا 29 بالقاعة 27 مشاركين، مرحبا بهم. نحن ندرك أن هناك تدريبات أخرى وللمتدربين الحق في دخولها، ولكن نحن طماعون في مثل هذه المواقف ونتمنى دخولكم حتى في الأسئلة الأخرى كما ينبغي. إذا 10 ثواني، 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، ثانيتان وثانية واحدة، أغلق السؤال طبيعيا. إذا سنعطي لكل هؤلاء نجوما، وهذه نجمة ثانية تشجيعا لهم، ربي يبارك فيهم إن شاء الله. إن شاء الله نمر إلى السؤال الموالي. ها
هل ستشارك في مسابقة معلم الخبير نعم أم لا؟ إذن سنبدأ الآن، تفضلوا بالحديث. بدأت المشاركة، نعم، واحد فقط. معي 30، لابد من أن نجد 30 في العدد. الحمد لله الأغلبية سيشاركون وهذا جميل جدا. إذن 14 قالوا نعم، 17 نعم، 94%، جميل جدا. نريد من الجميع أن يشارك في هذه المسابقة، هي ظاهريا تبدو صعبة ولكنها باطنيا سهلة جدا، وستكتشفون ذلك نظريا ثم تطبيقيا مع الأخت إنصاف. إذا 23 فقط دخلوا القاعة. إذا شخص واحد يقول لا لن أشارك وهو حر في رأيه، لكن أستاذ فتحي نعم عندي اقتراح. أنا أستمع إليك. رح نعطيهم تدريب على قد تدخلاتهم ومشاركاتهم وتفاعلهم معنا، فشو رأيك؟ والله هذا رأي محترم جدا، ولكن الأخت سريال غالية علينا كثيرا ولا نستطيع. نعم مش عشان هذا الاثنين قالوا لن يشارك لسؤال الأسباب. سريال تكلمي بكل صراحة. أتوقع بحكي منكم الأحسن إن شاء الله. طبعا شاء الله. ما نقدر يعني كلها كلياتها موجودة يعني ونعمل هيك. والله يا أستاذة فريال إنه الفريق الفلسطيني إلو شارم، يعني بنقول بالفرنسية إلو شارم خاص، لأنه أنا لما بتفكر الأستاذة شوقية بقول معلمتي، لأنه أول تدريب الحقيقة كان مع الست شوقية، وطبعا نعم. حبيبتي في الله وبتسعدني كتير الأستاذة فريال، والأستاذة خولة لما بسمع صوتها صدقني التي بدأنا معها عندها رنين وعندها نغمة في صوتها، بتقول حبيبتي. لما بتحكي بس بتحسي إنها بتغني، يعني بحب كتير صوتها. والأستاذة لينا كمان يعني كل واحدة فيكم ما شاء الله عليها، نعم. يعني إلها طابع خاص، فأكيد ما رح أقدر إني أبخل عليكم. على كل حال تسلمي حبيبتي أستاذة إنصاف، يعني كلك ذوق، وأكيد عن جد هذا يثبت إنك إنساني أصيلة، ولا تنسي الفضل وترجعيه لأهله. شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. كمان أريد أن أشير أخت إنصاف أن الأخت خولة لها فضل كبير جدا علي شخصيا، أنا بدأت أول تدريب مع فريق الأخت خولة. نعم. إذن 8 دقائق، 6 دقائق، ثواني عفوا، 3 ثواني، ثانيتان، ثانية واحدة وأغلق السؤال. سأقدم للمشاركين وعددهم 30 ممن قالوا نعم. إذا أستاذ فتحي مو حابين يفتحوا إليك الستار، رح يفتحوه إلي، رح تشوف. إن شاء عامل الله. معك نتمنى تحدي ذلك. أنا نتمنى عامل معك تحدي. نعم رح أربح أنا أكيد. نعم سأحتفظ بهذه الوثيقة عندي لأنها مهمة، وأتمنى من الأربعة قالوا لا لن نشارك، أتمنى أن يغيروا رأيهم في آخر الحصة. على كل حال نبدأ الآن تدريبنا إن شاء الله. هذه أدوات هامة لمايكروسوفت كما تعلمون جميعا، الوان درايف، السوي، الوورد، البانسي، الماينكرافت، الوكلت، الوان نوت وما أدراك ما الوان نوت، الإيدج. إذن أغلبكم تعرفونها جيدا، فليب جريد كما تسمى سابقا، والآن منصة الفليب ستشاهدونها لاحقا، ثم الإكسل، ثم المايكروسوفت 365 أو 65 نعم. ثم أيضا هناك روابط أخرى هامة جدا لمايكروسوفت وخاصة الليرن الذي أؤكد عليه. إذن البداية تكون من الليرن، فهمتني؟ إن شاء الله سنستمتع فيما بعد عندما تقدم الأخت إنصاف تطبيقا نظريا
تطبيقا عمليا لما ستقوله، وستشاهدون كيف أن الليرن دور كبير جدا. أيضا اليوتيوب، أيضا التيك توك، السناب شات، التويتر، وما أدراك ما التويتر الذين يشاهدونه كثيرا، وأتمنى أنكم تراعوا خصوصية كما هذه. ثم الانستغرام والفيسبوك. بطبيعة الحال ربما الفيسبوك في شمال أفريقيا أخت نصاب فقط. قبل أن نسهب في التدريب الرسمي، هذه وسائلنا وهي موجودة حتى على الشاط للاتصال في أي وقت للاستفسار عن أي موضوع تشاءونه. الرابط الأول يخص فتح الحداد من يحدثكم، والرابط الثاني يخص الأخت نصاب، وعملنا أيضا كيور كود لتسهيل مهمة التحاقكم بنا وطرح الأسئلة التي تشاءونها. إذن على بركة الله نبدأ التدريب. أنا أتعرف على برنامج مع مايكروسوفت المبدع الخبير. إذن هذا البرنامج الذي تشاهدونه أمامكم هو برنامج ثري وبرنامج مهم جدا. أنصح المجموعة من المتدربين، أنصحهم بدخول هذه المنصة والمشاركة في مسابقة معلم مايكروسوفت المبدع الخبير، لأن هذا نافذة كثيرة، نافذة كبيرة جدا على ما ترغبون به في المستقبل، كما هو الحال مع الأخت شوقية، مع الأخت لينا، ومع الأخت فريال، ومع الأخت انصاف. ما هو برنامج مايكروسوفت؟ هو برنامج يتم الترشح له عندما يصبح المعلم ماهرا في دمج التكنولوجيا في الفصل الدراسي للعمل عن كثب مع مايكروسوفت وقيادة الابتكار في التعليم. كلام مهم جدا، أعتقد أنه هذا يلخص السبب الرئيسي لدخولنا إلى منصة مايكروسوفت أصلا. هو إذن برنامج مهم جدا يتم الترشح له عندما يصبح المعلم قادرا، وقادرا ليست مجانية، يعني يصبح المعلم بوسعه أن يدمج التكنولوجيا في الفصل الدراسي للعمل عن كثب مع مايكروسوفت. إذن هو يعمل مع هذه المنصة وليس ضدها وليس لحاذها كما نقول في تونس. إذن هو يعمل معها أصلا، وقيادة الابتكار في التعليم في مرحلة لاحقة إن شاء الله. كيفية الانضمام إلى البرنامج؟ الترشحات مفتوحة مرة واحدة فقط كل عام بمجرد التخطيط لردودك. رشح نفسك هنا بين 9 مايو و 26 يونيو 2023، وقد استعملنا الأشهر التي تعرفونها بالقصد. تأكد من انضمامك إلى مايكروسوفت لير، مهم جدا، وإنشاء ملف التعريف الخاص بك، وسيتطلب منك مشاركة عنوان لإنجازاتك في ليرن، صورة الملف الشخصي مثلا learnmicrosoft.com أو .com، إنجازات الملف الشخصي عن طريق نسخه ولصقه في نموذج الترشح. تأكد من إكمال مسارات التعليم الثلاثة، وهذه سأضمنها لكم لاحقا إن شاء الله عندما تتحدث الأخت نصاف. أكاديمية ماستر مايكروسوفت، مايكروسوفت إديكاتر تيم بأي بيئة تعليمية، ثم تصميم التعليم في القرن 21. هذه مسارات يطلبونها بشدة وهي مؤكدة حتى تتمكن من المشاركة في مسابقة المعلم الخبير. قلت الروابط موجودة وبحول الله لن يضيع شيء. ثالثا التحضير للترشيحات التالية، ستحتاج إلى البدء في جمع أدلة، والأدلة من خلال الأسئلة المرتبطة أدناه للتخطيط لترشحك. من المتوقع أن تستخدم MEEES أو MIEES، اثنتين على الأقل من أدواتنا الأساسية. أقصدهم باثنتين يعني الوورد والباوربوينت مثلا، أو الإكسل والباوربوينت، أو والأغلبية أو الوان نوت وغيره. الأغلبية يعتمدون كل التطبيقات التي ستشاهدها فيما بعد لأنها مهمة جدا وأساسية، تدل على استعمالك الجيد ل أدوات مايكروسوفت. البدء في جمع الأدلة والعمل من خلال الأسئلة الموجودة في شرحها الموجودة شرحها على موقع. إذن الموقع الذي تشاهدونه أمامكم ستطلعكم عليه أخت إنصاف فيما بعد وستتأكدون منه. استعراض كيفية الحصول على لقب معلم المبتكر الخبير. نافذة الترشح الذاتي ل MIE إكسبرت المفتوحة من 9 مايو إلى 26 يونيو 2023 للعام 23-24 العام الأعجم بطبيعة الحال. ستصدر الإعلانات في أواخر يوليو
أو جويلية كما نقول في تونس 2023 للإعلان عن النتائج. إذن بلغتين محاور اللقاء سنتعرف على برنامج معلم مايكروسوفت المعلم المبدع الخبير، الشروط الواجب توفرها للترشح بهذا اللقب، كيفية التسجيل في مجتمع مايكروسوفت، شرح تجهيز خطوات الترشيح وأهم النقاط والمتطلبات للحصول على اللقب، كيفية ملء استمرار المترشحين الجدد، كيفية ملء الاستمرار للمترشحين القدامى أيضا إن شاء الله مش خسر الوقت، عرض لأهم الدورات والموارد التدريبية الخاصة بمايكروسوفت أوفيس 2365، موقع ورابط الخاص بالترشح من هنا، قم بترشيح نفسك بين 9 مايو و 26 يونيو. يعني تقريبا يذكرنا بما يجب القيام به. إذن الشروط التي تحدثنا عنها هي ستكون محاور لقاء اليوم حتى تطمئنوا على تقديمكم. مايكروسوفت مبتكرة للمعلم MEI، أسئلة ترشيح الخبراء، فيما يلي الأسئلة التي سيتم طرحها عليك، ستتولى أخت انصاف تقديمها تطبيقيا. مايكروسوفت مبتكرة المعلم أسئلة ترشيح الخبراء. ثم الصفحة الموالية هنا ملاحظتان بسيطتان بلغتين إنجليزية وعربية، حتى إذا الصفحة الأولى حتى نعرف من أنت، إذا كنت تستخدم أدوات أو أجهزة أخرى وكنت من أعضاء في مجتمعات أخرى في شركات تقنية أخرى يسعدك انضمامنا إلى مجتمعنا، هذا ما قالوه في استمارة الترشح ذات. جزء من هذا القسم هو إثبات أنك قد أكملت مسار التعليم الثلاثة هذه بنجاح التي تحدثت عنها، وها هي أمامكم: مايكروسوفت إديكيتر أكاديمي أولا، ماستر مايكروسوفت تيمز فور أني ليرنينج إنفيرونمنت، و 21 سنتري ليرنينج ديزاين، ومعذرة عن قراءتي باللغة الإنجليزية لأنها لغة جديدة بالنسبة لنا في تونس. هنا ترجمة كيف كيف للسؤال الثاني الذي وعدتكم به: الأسئلة المحسوبة باستخدام أدوات مايكروسوفت إديوكيشن والأنشطة الطويلة التي ستراجعها التعليم الآلي وفريقنا، نقترح أن يكون لديك زميل يراجع ردودك، يمكنك الرد بلغتك الأم، يجب أن ترد بأكثر من 500 حرف وليس كلمات. إذا بالفرنسية نقول 500 كاركتر، يعني كاركترز 500 جيسكا حتى أنتيل بالإنجليزية تو تانست. نريد إجابات مفصلة تجيب بشكل كامل عن الأسئلة التي تأتي فيما بعد. إذا هذا تقريبا تفسير لما طلبته مايكروسوفت في تفصيلاتها التي وضعتها. إذا لابد من أن نجيب بإمكان استعمال اللغة العربية، لكن أنا أفضل اللغة الإنجليزية لأنها لغة تتماشى ومستوى التي يطلبونه عند تعمير الاستمارة. أهمية الحصول على لقب معلم خبير في مايكروسوفت، لماذا نتحصل على هذا اللقب؟ لماذا مايكروسوفت بالذات؟ إذا أولا لنظهر في هذا الكتاب الذي تشاهدونه أمامكم، يعني اسمك يكون من بين الكتب من بين الأسماء الموجودة فيها، وهذا شكله من الداخل. ثم فيما بعد، إذا هناك قبل الكورونا كانوا يقيمون حفلا، هذا الحفل ربما توا معش موجود، لكن سابقا كانوا يقيمون هذا الحفل. هذا الحفل يحضر فيه كل المعلمين الخبراء كما تلاحظونهم، ويقدمونك على أساس أنك معلم خبير، وتلاحظون أن الصورة الأوسط هنا أقصد، إذن تلاحظون 4 أشخاص يمثلون قارات الأربع بلدان، الأربع قارات من العالم، وبإمكانك التحدث معهم ومعرفتهم، هذا إن حصل بطبيعة الحال، ربما الآن لا. ثم ستجد نفسك موجود على هذه الصفحة، إذا عندما تشارك وعندما يطلبون منك المشاركة ستجد نفسك موجود، يعني الناس كل تسمع بك اللي أنت ولد خبير، وهذا مهم جدا. عند التسجيل على موقع مايكروسوفت التعليمي وبدء المسار ستحصل على إشارة MEI أكاديمية مايكروسوفت للمعلمين، ستحصل على هذه الشهادة التي يسعدني أن أطلعكم عليها، هذه هي بالضبط. ثم خطوات ونصائح قبل أن ننهي: سهولة الترشح لهذا اللقب تكمن في أن تكون متطلعا لكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتعليم، ملما قدر الإمكان بكل جوانب دمج التكنولوجيا بالتعليم، وهذا مهم جدا،
مبدعا في استخدام كل ما تعلمته من جديد في عالم تكنولوجيا التعليم، متعاونا مع الغير لنشر كل ما تعلمته في عالم تكنولوجيا التعليم، مشاركا قدر الامكان لما قد تعلمته في عالم التكنولوجيا والتعليم من وسائل التواصل المختلفه، مطبقا لمجموعه مهارات القرن 21 في عمليه التدريس والتعليم، يعني التعاون، القدره على حل المشكلات، ضبط النفس، التعلم الذاتي، الابتكار والتواصل. هذه مهارات القرن 21. سابعا، مبتكرا ومنظما في عرضك ومحتواك داخل ملفك الشخصي المرفق والاستمرار، وعاده نعتمد اسوي. التسجيل على موقع مايكروسوفت التعليمي إذن يمر عبر المراحل التي تشاهدونها أمامكم وسنأتي إليها بالتفصيل. استعراض لأهم الدورات والمواد التدريبية الخاصة بمايكروسوفت أوفيس 365 من يتوقع أن يستخدم خبراء MIEE البعض من أدوات مايكروسوفت أوفيس، وقلت البعض بالقصد رغم أنهم طلبوا زوز فقط، يعني ماذا فعلت في التيمز، ماذا فعلت في الوان نوت، ماذا فعلت في الفورمز، ماذا فعلت في الماينكرافت، ماذا فعلت في الفليب جريد أو الفليب الآن، ثم ماذا فعلت في أسوي. على الأقل تكون هذه الأشياء موجودة إن لم نقل أشياء أخرى بطبيعة الحال حتى تقنع الجميع بأنك على مستوى عالي من دمج التعليم. إذن هذه الصفحة مترجمة باللغة العربية بإمكان اعتمادها أثناء التسجيل، ثم مختلف المراحل التي يمر بها الإنسان ليصل إلى التخطيط، مثلا بالضبط أين ينقر، أين يضع الفأرة إن صحت العبارة، ثم تم النقل إلى حسابي بطريقة ميسرة. طبعا هذه صور وليست حقيقة. شكرا لحسن المتابعة. إذن بإمكانكم أنكم تأخذوا الرابط هذايا، هو https://learn.microsoft.com/unus-training-educator-center-program-microsoft-educator-expert. بهذا الرابط نستطيع أن نتوصل إلى الصفحة التي نتواصل عليها، وسنمكنكم فيما بعد من الروابط ومن إمكانية بسيطة جدا وهي ترجمة عبر الوورد أو عبر جوجل إذا كما تريدون، وأنا أفضل الوورد أفضل بكثير. إذا ترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، سنأتي لذلك بالتفصيل أثناء حديث الأخت إنصاف. إذا هذا ما أمكنني تقديمه كتقديم عام نظري، في انتظار أن تقدم لكم الأخت إنصاف التي تستمع إليها الآن أكيد الأمور التطبيقية. تفضل أخت إنصاف. قبل ما تبدأ الإنصاف، نشكرك أستاذ فتحي على العرض وحسن الترتيب والتنظيم والتفاعل مع الحضور.